سلام عليكم وعليكم السلام. كرم كرم. اهلا بالنهار. ايه بالنهار يا مرحب. طورت الغنائم. جاب الغيبات. جاب الغيبات. ما فيه. ويش؟ ما فيه يا ابو فهد. انت علامك زعلان. طيب لو اقول لك حتى لا ما فيه. انت علامك بالنهار زعلان. وش فيك متقروش انت؟ وش فيك؟ والله انا متقروش من السوق. مقروشنا وبنطلع من جو السوق صراحه. ها سوق الغنم. ايوه. ها الماقفه وش فيها؟ مقروشتنا ومكاسب ماش. المكاسب تعبانه. اي الايام هذه السوق ماش راكد راكد. الحراج وش لونه؟ الحراج لا باس به. اي بس مزعلك اليوم. مزعلني عشان حق تصيح نارك الزبنه. تدور الدلاله. الله. اهم شيء الدلاله. الزلاط يا ابو معاذ. ايوه. لك ما في زلاط ما زبطت المزابيط. ايوه تمام. يا سلام. يعني الحراج اليوم؟ ايه. قروشك. انبح صوتك ولا ظهرت بدلاله؟ يا سلام. ما ظهرت بدلاله. ما طلعنا بشيء بسيط. الحمد لله. يعني طلعت بشيء بسيط حق الشاهي. نعمة وفضل. الحمد لله طلعنا بدلنا والشاهي كويس. ايه يعني انت اليوم حرجت كثير. والله كثير حكي تقطع عنا اليوم. اليوم اليوم حرجوا على الخال. على طليان. ايوه. وتيوس. ايوه. الزبيط. ايوه. والسنها سنة لباني. ما اشتغل شغل لباني. جذع. 3 شهور 4 شهور. يا ولد. ايه. 3 شهرين. 3 شهرين. تو يرضع. الله. كويس. ايه. طيب وش مزعلك؟ انا مزعلني قلش. ابغى جو. غير جو السوق. غير جو السوق. اي طيب الجو اللي تبغاه غير السوق وش انه؟ جو انيس. وش اسمها؟ انيس. أليسا قصدك؟ يعني تبغى. ايوه انت متطور في الحاجات هذه. انا ابغى ايش انيسه. شرحك سره وانا اخوك. انا زيك ترى بالله. ايه يعني ما تعلمت. ما بيني وبين بيتك الا شارع. يا سلام عليك. انت علامك يا اخوي زعلان ماسكني بحلم. لازم انت تعرفني انا وعم معيض كل ابونا ايش ناس من معيشنا على الشده. شده شويه. ايوه ولازم نمشي بشده. ايوه تمام. طيب ابى اقول لك انت تبغى اليسا الحين. وش احط لك مع اليسا؟ احط لك عصير شيء؟ يا سلام الله. العصير مع جو اليسا. الله. يعني انت تبغى الحين صوت اليسا. اي صوت اليسا. صوت من؟ انيسا يا ولد. صوت من؟ مش انيسا. اليسا. 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 انا اسم صوت. بعدين ما في عصير اسمه اليسا؟ مدري مدري اذا كان في عصير باسم اليسا. مدري الله اعلم. لكن انه لا لا فيه. انا متاكد ان فيه. فيه الله. طيب عندك نجوى كرم، عندك ديانا حداد، عندك باسكال مشعلاني، كلهم ما شاء الله مطربات فنانات دول. ما احنا ما نقول هم مطربات مطربات، لكن كل واحد وجوه. يعني انت هوايتك. الله. بعدين ايش؟ انا اللي شجعني بالكلام هذا يوم جونا الجمهور وان كانت شغاله في السوق نكبوا العالم علينا. حلو. حلو مرتين. يعني شغلتوا اليسا وانتم بتحرجون. الله. شغله واحد من العيال؟ الله وكيلك. الطليان راح الطشيش. راح تحذف النار. يا سلام. يا سلام سلم. شغلوا لي بالنهار اليسا. يا حبيبي. مبسوط الحين. مبسوط. انت علامك بالنهار. يا اخوي علامك. انا الحين اشوفك مبسوط. مبسوط. وجيت وقلت شغل اليسا وشغلنا اليسا. انت بتعيش جوك الرومانسي يعني؟ هذا جو انيسا الرومانسي. انت الحين زعلان يوم شغلنا اليسا ولا تقول شغلوا لي اليسا؟ انا بقال الحاجه اللي فيها خضار وفيها بساتين تجينا تطلع في الشاشه. كويس. ايه كويس كويس يا بالنهار. يعني انت تبغى شيء فيه شلالات وخضار وفواكه. يا سلام عليك يا ابو فهد. يعني بتطلع من جو الحراج وتدخل في اجواء الشلالات والفواكه والخضار. الشلالات الخضار والفواكه. طيب عليكنا. حلو حلو. طيب بنشغل لك مع الخضار والفواكه والشلالات. ايه اليسا. وشغل اليسا ولما تشغلها. يعني الان بتطلع من الاجواء حقت الحراج وتجي في اجواء
الماء والخضرة والوجه الحسن. يا سلام عليك. يعني الحين أجواءك رومانسية كذا أنت. الله، أجواءي رومانسية أبو فهد مع أنيسة. مع من؟ أنيسة. 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 طيب يعني مع بالنهار الكل يحتار. لا ما كذا يحتار، بس أنا عايش لازم في الليل أغير الجو عن جو النهار يا حبيبي. يعني أنت في النهار حنا نعرف إنك تروح الحراج. مثلاً العطيف. يا سلام عليك. ولا حراج سامودة. يا سلام عليك. ولا حراج الحوية. يا حبيبي. تمام. يا سلام. يجي في الليل تغير الكاركتر كامل. أغير الكاركتر كامل. نروح في الأجواء اللي أنت ولا شايفها. ممتاز ممتاز. يا سلام. قهوة بالنهار تقهوى الله يحييك الشاهي. تقهوى الله يرحم والدك والله يا شاهي هذا اللي في السوق نهز عجلي زعاج ما شرب خلاص وين فقعت تبدي. حتى وأنت تحرج تشرب شاي. حتى في الحرام. والله أنا مقاس الحرام. لكن أبا عصير طبقات ولا عصير وجاء القلب. اسمع عوار قلب عوار قلب عوار قلب. أيوة مضبوط كويس. عوار قلب عصير عوار قلب عرفتوا يا متابعين ما شوفي طلوع زاوية تبع عصير. راح تدور العصير عند بندر المطرفي تعرفه؟ بندر المطرفي؟ والله العصير ما يجي تخر عند ابو فهد خر بندر المطرفي. منين نجيب لك عصير اخر الليل والساعة واحدة؟ وانت عندك حراج والجلابة بيجونك الفجر؟ والله الجلابة نص معانا في السوق، هم بيجون الفجر نديهم وصل السوق. يعني انت بالنهار تصلي الفجر في السوق؟ الله صليه في المسجد حقي. طيب بعت راسين، الراس بكم دلالته؟ الراس 20 ريال. الراس الواحد ب20؟ لا واحد ب10، عشرين ب20. رزق من الله الحمد لله. نعمة. اي والله الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني الحين بعت راسين ب20 ريال. ب20 ريال. منها ريالين تروح للكاتب. يبقى معك كم؟ 18 ريال. لا 16. 16 ريال. 6 ريال تروح للعمال، كم يبقى معك؟ يبقى معك 11 ريال. يا سلام عليك، حط الجويب ورزق على الله. وتروح في البنزين. وتروح في البنزين. وتروح في البقالة الوراء. يعني صافي 10 ريال. صافي 10 ريال. صافي يا لبن. وكل يوم سارح بالنهار. وش نسوي يا ابو فهد؟ تدور فضل الله. اي والله فضل الله. اي ازين من اللي نايم. الله. ولا يدور شغل. ولا يدور شغل كثير. كثير اللي نايمين يدورون فضل الله والله يرزقهم، بعضهم نايم ما يدور وبعضهم لا والله يدور يترزق الله اللي كدنا واللي كدت سنه واللي والله يرزق المسلمين الناس معين تنخال والرزق فيه خير فيه بس يبغاك تشتغل يا الانسان. ايوه يبغاك تحرك. يبغاك تحرك ولا الشغل واجب؟ الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد، احنا في بلد خير وبلد النعمه والخير اللهم لك الحمد. بلدنا مليانه خيرات. اي والله مليانه الخيرات الحمد لله. اقل شيء انك تبسط على خضره ما فيها شيء تأثر خير. أنت تدري اللي يبسط على خضرة كم يأخذ نهاية الشهر؟ والله ما أدري. المكاسب بس. الله يكرمك. أنا أعرف لك رجال 11-12 ألف. الله يستاهل. هذا قائم على رزقه ورزق عياله وأخوانه وخواته وكل العالم. ويحسبون إذا اشتغل الشغلات هذه إنها فضيحة. لا يا حبيبي. ما هي فضيحة بالعكس شرف. والله شرف. إي والله شرف اللي يشتغل شرف ولا فش أي مرجلة يشتغلها الرجال ما فيها أي شيء. مرة. بس أهم شيء ترضي الله ورسوله. نعم طبعا بالرفض.